انت تعرف طبعا في ايام الثوره في 2011 وما بعدها كان هناك بعض الانفلات الامني، وطبعا احنا عندنا حرم السكه الحديد ده على مستوى يعني 9000 كيلو من القاهره لاسوان، الخطوط الفرعيه وما تلاه من عشوائيه طبعا التعدي على حرم السكه الحديد، لكن كل هذه الحالات تم حصرها وتم ازاله يعني اصدار قرارات طرد للحالات التعدي، وطبعا بالاتحاد مع شرطه النقل والمواصلات الشرطة المحلية بدأنا في اتخاذ هذه الإجراءات. وتم طبعا احنا عندنا شركة متخصصة للمشروعات اللي هي الأراضي اللي اسمها اللي هي MOT، هذه الشركة بتعمل حصر كامل دلوقتي لجميع الأراضي الخاصة بالسكة الحديد بما فيها الخطوط والأحواش والمخازن والأراضي القابلة للاستثمار. ويعني برضه هوعدك ان خلال الفتره القليله القادمه هتكون الاراضي السكه الحديد القابله للاستثمار هي احد مصادر الدخل بالنسبه للسكه الحديد، الدخل اللي هو يقول بقى ايه دخل تاني خالص ودخل عالي جدا، هيمثل نقله كبيره جدا لهيئه السكه الحديد.